هذا وتقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد. وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت قرينة الرئيس بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة، مشيرة إلى أن مصر تحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله. كما تقدمت قرينة الرئيس بالتحية للشهداء الأبرار والشعب الذي يقف دائما سندا لجيشه.